in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. اولا التصميم. بالنظر إلى تصميم الهاتف فنجد أنه ما زال يحمل جينات الجيل السابق إليفنت برو بلس، ولكن مع هوية مختلفة وخطوط تصميم أكثر أناقة، حيث لجأت ريلمي إلى أولفيه سافيو المصمم الأشهر في مجال الساعات الفاخرة، والذي تعاون مع العديد من الماركات العالمية مثل رولكس وروجير دوبوي وغيرها. عمل سافيو على إظهار أناقة تصميم الساعات الفاخرة في هذا الهاتف، فنجد مثلا الإطار الذهبي اللامع حول نافذة الكاميرات والذي يشبه مين الساعات، وأيضا في الظهر نجده يأتي من الجلد المطرز، ويمر في المنتصف خط مصنوع من النسيج الذهبي المتشابك والذي يشبه الألماس المجمع في الساعات، مما يرفع من جمال الهاتف إلى مستوى آخر، وتظهر هويته بشدة من أول نظرة، مما يجعله متفرداً أنيقاً وفاخراً يرتقي إلى مستوى الهواتف الرائدة. استخدمت ريلمي لبلاستيك في تصنيع إطار الهاتف، مما منحه اعتمادية كبيرة. الهاتف يأتي بأبعاد 16.1 سنتيمتر للطول، 7.4 سنتيمتر للعرض، سمكه 8.8 مليمتر، ويزن 196 جراماً، مما يجعله خفيف الوزن ذا أبعاد مناسبة للتعامل معه بيد واحدة. على اليمين نجد زر الطاقة يعلوه زر التحكم في الصوت. على اليسار لا نجد أي منافذ. من أسفل نجد منفذ الشحن ومنفذ شرائح الاتصال الذي يدعم تركيب شريحتي اتصال ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي، ونجد أيضا منفذ السماعات الخارجية. من أعلى نجد منفذا آخر للسماعات الخارجية ومايكا إضافيا لعزل الضوضاء. من الأمام نجد أن الشاشة منحنية الأطراف مع حواف صغيرة متماثلة، وتمثل الشاشة 93% من إجمالي مساحة واجهة الهاتف، تضم من أسفل مستشعر البصمة، ومن أعلى ثقباً صغيراً للكاميرا الأمامية. من الخلف نجد 3 كاميرات وفلاش ليد أحادي في إطار دائري كبير. إطار الكاميرات ذو بروز كبير إلى حد ما، ولا يختفي حتى مع تركيب غطاء حماية الظهر، إلا أن هذا الغطاء يبرز قليلاً عن إطار الكاميرات لتوفير حماية أكبر له. وسيأتي لتلفي برو بلس بمعيار IP65 لمقاومة رذاذ الماء والأتربة. مجمل التصميم أنيق وبسيط عصري متفرد، يرتقي إلى مرتبة الهواتف الرائدة في التصميم، وسيتوفر الهاتف أيضا في نسخة أخرى ظهرها مصنوع من البلاستيك. ثانيا الشاشة والصوت. زودت ريلمي 12 برو بلس بشاشة من نوع أموليد منحنية الأطراف بمساحة 6.7 إنش بدقة 1080x2412 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش، مع دعم معدل التحديث 120 هرتز، بالإضافة لدعم الشاشة لخاصية الـ HDR10 Plus، مع دعم أكثر من مليار لون وسطوع يصل إلى 950 شمعة فقط، وهو ما خيب آمالنا قليلاً، حيث كنا ننتظر مستوى سطوع أعلى. قدمت لنا هذه الشاشة تجربة مشاهدة ممتعة مع تعدد لوني ونقاء واضح في مختلف وضعيات العرض. الشاشة تدعم معدل التحديث 120 هرتز، مما وفر لنا راحة كبيرة في التصفح، وتأتي محمية بطبقة حماية خاصة بريلمي بسماكة 0.55 مليمتر لحماية أفضل للشاشة. أما بالنسبة للصوتيات فإن الهاتف يدعم تقنية الصوت الستيريو وتقنية الدولبي أتموس، مما جعله قادرا على تقديم تنوع صوتي واضح مع طبقات صوتية غنية وبيت محسوس، مما جعل التجربة الترفيهية عليه متميزة حقا. ثالثا العتاد. يأتي الريلمي 12 برو بلس بمعالج من شركة كوالكوم، وهو سناب دراجون 7S من الجيل الثاني، بدقة بناء 4 نانو مع معالج رسوم من نوع أدرينو 710، لذا فهو يتمتع بمواصفات جيدة مع سرعة اتصال تصل إلى 1600 ميجابت في الثانية بفضل المودم المدمج سناب دراجون X62. أداء كوالكوم سناب دراجون 7S جين 2 في الاختبارات المعيارية كان متساوياً في الأداء مع أبل A13 بيونيك، مما يعدنا بأداء متفوق ثابت مستقر في مختلف الظروف، بالإضافة إلى أن ريلمي زودته بمنظومة تبريد متطورة تغطي كل مصادر الحرارة في الهاتف للحفاظ على الاستقرار الحراري للهاتف طوال الوقت وفي أي سيناريو تشغيل. وسيتوفر الهاتف في عدة نسخ، النسخة الأولى 12 جيجا بايت رامات مع 256 جيجا بايت ذاكرة داخلية، النسخة الثانية 12 جيجا بايت رامات مع 512 جيجا بايت ذاكرة داخلية، بالإضافة إلى خاصية رام إكسبانشن التي تعمل على زيادة حجم الرامات إلى إجمالي 24 جيجا بايت رامات لمواجهة أي عمليات شاقة بسلاسة كبيرة. وقد حقق الهاتف على منصات الاختبار الأرقام التالية. وقد انعكست هذه الأرقام على أداء الهاتف في مختلف السيناريوهات وخصوصاً مع الألعاب الثقيلة مثل ببجي، حيث قدم أداءً سلساً بدون تهنيج أو تسقيط فريمات.
رابعا الواجهة ونظام التشغيل. يعمل هذا الهاتف على منصة أندرويد 14 مع واجهة تشغيل ريلمي يو آي 5، وهي كما اعتدنا خفيفة ومستقرة، وكانت بالفعل أحد أهم أسباب قدرة أداء المعالج وتقديم تجربة أداء خفيفة، بالإضافة إلى أن ريلمي عملت على إضافة بعض المزايا المتطورة إلى واجهتها، مثل إمكانية تخصيص مستوى الصوت لأي تطبيق وخاصية فايل دوك، والتي تمكنك عن طريق الضغط المطول على أي صورة من تفريغ العنصر الرئيسي فيها ونقله مباشرة إلى فايل دوك، حيث يمكنك الاحتفاظ به أو مشاركته، وعددا آخر من التقنيات التي سهلت استخدام الهاتف بشكل كبير. خامساً الاتصال. يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال من نوع نانو سيم مع دعمه لشبكات الجيل الخامس. أما من حيث عتاد الاتصال، فنجد أن الواي فاي يأتي من الجيل السادس بترددات الـ ABGNAC. كما يدعم الواي فاي واي فاي دايركت، واي فاي ثيرينج، ديسبلاي، والبلوتوث يأتي بإصدار 5.2، بالإضافة إلى دعمه لميزة الاتصال بالحقل القريب NFC، والتي ربما يختلف توافرها من دولة لأخرى. سادساً الكاميرات. منظومة التصوير هنا هي أكثر ما عملت على تطويره ريلمي لتقدم لنا تجربة تصوير مشابهة لتلك التي نراها في الهواتف الرائدة مثل آيفون وسامسونج. من الأمام نجد كاميرا سيلفي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.4 مدعومة بتقنية الـ HDR، وتستطيع تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية. قدمت لنا هذه الكاميرا مجموعة من الصور الجيدة في ظروف الإضاءة الجيدة والمتوسطة مع اتزان في دقة التفاصيل وإضاءة المشهد بشكل كامل. من الخلف نجد ثلاث كاميرات، الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع مستشعر IMX890 الشهير والقادم من شركة سوني بفتحة عدسة 1.8، تدعم التقريب البصري إلى 2X بالإضافة إلى التثبيت البصري OIS. الثانية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.8، وهي كاميرا بيريسكوبية تيلي فوتو، تستطيع التقريب البصري حتى 3X والرقمي حتى 120X. الكاميرا الأخيرة تأتي 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2، وهي الخاصة بالتصوير واسع الزاوية بزاوية قدرها 112 درجة. أن عملت ريلمي على تزويد هذه المنظومة بالعديد من التقنيات لترتقي بها إلى مستوى الهواتف الرائدة، فنجد أنها تعاونت مع المصور العالمي كلاودو ميراندا والحائز على جائزة الأوسكار أفضل تصوير سينمائي، بإضافة ثلاثة مرشحات مستوحاة من أفلام سينمائية لتحسين درجات الألوان والأسلوب التصويري لتقديم تجربة تصوير متميزة. وهناك أيضا تقنية أومني فوكال ماستر شوت بالتعاون مع كوالكوم لتحسين النطاق الديناميكي ومعالجة الصور. تجربتنا لهذه المنظومة في مختلف ظروف الإضاءة والبيئات المختلفة، سواء كانت في أماكن مغلقة أو مفتوحة، كانت مرضية جدا، وقدمت لنا تفاصيل دقيقة غامرة بالألوان مع ذكاء واضح في التعامل مع الظروف الغير تقليدية مثل الإضاءات الشديدة في ضوء الشمس المباشر أو الظلال في الإضاءات الضعيفة. تستطيع الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، وأيضا بدقة 1080p بمعدل 63 إطار في الثانية. وقد أخبرتنا ريلمي أن منظومة التصوير تضاهي تلك التي نراها في هواتف رائدة مثل آيفون 15 وسامسونج S24، وبالطبع كان لابد لنا من أن نختبر ذلك بأنفسنا، ونترك أمامك على الشاشة صوراً ملتقطة بالهواتف الثلاثة، فأخبرونا في التعليقات أيهم الأفضل. سابعاً البطارية. البطارية هنا تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط بتقنية السوبر فوك، ليستطيع شحن 50% من البطارية في 19 دقيقة. كما استخدمت ريلمي مادة نيترايد الجاليوم الجديدة في تصنيع وصلات الشحن في الهاتف، زيادة معدل التبريد في الهاتف بنسبة 85% حسب تصريحات ريلمي لضمان أمن كامل للبطارية والهاتف في أثناء الشحن، إلى جانب استخدام شريحة سوبر فوك إس لإدارة عملية الشحن بذكاء. ثامناً السعر. يبلغ سعر الهاتف 21000 جنيه مصري أو 450 دولاراً أمريكياً. تاسعاً أعجبنا ولم يعجبنا. أعجبنا: 1- تصميم الهاتف، 2- خامات تصنيع الهاتف، 3- الشاشة مع معدل التحديث 120 هيرتز، 4- أداء الكاميرات، 5- بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، 6- شاحن بقوة 67 واط. لم يعجبنا: 1- شاشة منحنية الأطراف، 2- سطوع الشاشة، 3- لا يدعم إمكانية تركيب كارت ذاكرة خارجي، 4- لا معلومات كافية عن طبقة حماية الشاشة. أخيراً رأي رقمي:
الهاتف يقدم معياراً جديداً للجودة والأناقة في هذه الفئة من الهواتف لما يحمله من أناقة تصميم ناتج عن التعاون مع أوليفييه سافيو المصمم الأشهر في مجال الساعات الفاخرة مع جودة خامات التصنيع، ولم تبخل عليه للمي وحققت مبدأها القائل لا جديد لا منتجات، حيث أن الهاتف به العديد من الابتكارات في مختلف الجوانب مما رفع من عملية واعتمادية الهاتف إلى مستوى جديد إلى جانب أداء سلس مستقر مع مختلف السيناريوهات. فأخبرونا ما هو رأيكم في الهاتف، وهل يستطيع منافسة عمالقة هذه الفئة أم لا؟ كان هذا كل شيء عن الريلمي 12 برو بلس، أي نشكركم على المشاهدة ولا تنسوا أن تدعمونا باللايك وأيضا فعلوا الجرس.